أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا محمد يا علي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بالعلم والعمل الصالحين يا رب العالمين. لا يزال الكلام في المبتدأ والخبر، وقلنا أن شوف القاعدة السابقة اللي أخذناها، هل أن لكل مبتدأ خبر أو لا؟ قلنا باللغة العربية، في مباحث اللغة العربية، ليس كل مبتدأ له خبر. شو نسمي هذه القضية؟ ليس كل، شو نسميها بالمنطق؟ سالبة شنو؟ جزئية. أحسنتم، سالبة جزئية. ونستطيع أن نصيغ هذه القضية بصياغة لغوية أخرى، نقول بعض المبتدأ له خبر وبعض المبتدأ ليس له خبر. هاي بعض المبتدأ ليس له خبر، هاي سالبة جزئية، سالبة بحسب سور القضية. شوف المبتدأ الذي له خبر، نقول محمد كاتب، محمد نبي، محمد معصوم صلى الله عليه وآله وسلم. بينما أريد أعكسه، شلون أعكسه؟ أجيب الوصف. شنو هذا الاصطلاح النحوي الوصف؟ الوصف لو يكون شنو؟ اسم فاعل، لو يكون اسم مفعول، لو صفة مشبهة بالفعل. فأنا راح أجيب اسم الفاعل، شو أقول؟ وأقدم قبله شنو؟ أخليه يعتمد على استفهام. أقول أقائم زيد، أقائم زيد. الهمزة همزة شنو؟ حرف استفهام لا محل له من الإعراب. قائم هذا مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. قائم يعمل عمل الفعل، هاي قاعدة خلنا أخذها. قائم، شوف إجي على وزن من؟ قائم فاعل، على وزن فاعل، صحيح؟ خلنا أخذ القاعدة بالبداية حتى أفهمكم. المشتقات لو اسم فاعل، لو اسم مفعول، لو صفة مشبهة بالفعل. إذا اسم فاعل قائم، هذا يعمل عمل الفعل، يا فعل يا فعل، بالله عافية، يعني يقوم. قائم يعني يقوم، يعني عمل الفعل المضارع. زين، الفعل المضارع يحتاج الفاعل لو ما يحتاج؟ قائم إذن يحتاج فاعل. افتهمتوا هسه المطلب؟ بعد إذا اسم مفعول، اسم مفعول شلون؟ مضروب، مأكول، مكتوب، على وزن شنو؟ مفعول، صحيح؟ اجى على وزن مفعول، صحيح؟ هذا الوصف، انتبه للكلمة، هذا الوصف إذا اسم مفعول يعمل عمل الفعل الماضي المبني المجهول. لأن الفعل الماضي لو يجي لنا مبني المعلوم، مثل ضرب زيد عمرا، ضرب هذا فعل ماضي مبني، يعني الفاعل معروف الفاعل. بينما إذا أقول ضرب هذا فعل ماضي مبني لمن؟ للمجهول، يعني الفاعل مجهول، الذي قام بالضرب مجهول. افتهمتوا؟ فيحتاج فاعل له نائب فاعل. أحسنتوا، يحتاج نائب فاعل. شوفوا هناك إيش قلت، ضرب زيد عمرا، بينما هنا أريد هسه أخفي الفاعل. المصالح اللغوية اللي بذهني موجودة، أش أقول؟ ضرب زيد عمرا،
ضرب عمرون جبت المفعول به خليت نائب فاعل، فالفعل مبني منشور يحتاج نائب فاعل. واضح الكلام؟ أخفيت الفاعل حتى لا يحملون فصل عشائري. شلون يضرب؟ واضح الكلام؟ مصالح معينة. فاسم المفعول إذا إجا مستند على استفهام أو نفي فهذا يحتاج، هذا يعمل عمل الفعل المبني المجهول، يعني يحتاج شنو؟ فاعل لو نائب فاعل؟ نائب فاعل. يلا هسه خلي أعطيكم بالله وصفين وأنتم قلوا لي شو راح نسوي. أقائم الزيدان، أقائم هاي همزة ما لنا علاقة بحرف استفهام، الحروف ما تأخذ موقع بالجملة، لا محل لها من الإعراب. قائم هذا اسم فاعل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. الزيدان هذا فاعل لو خبر، مو أنا عندي مبتدأ فيحتاج خبر وعندي اسم فاعل يحتاج شنو؟ فاعل. لا يحتاج فاعل. صار تنازع ما بين الفاعل والخبر، انتبه لي أبو، صار تنازع ما بين الفاعل والخبر، راح أسوي عملية تراضي. شو أقول؟ الزيدان فاعل سد مسد الخبر، لأن قائم بمثابة يقوم، يحتاج فاعل لو ما يحتاج؟ يحتاج. وقائم مبتدأ يحتاج خبر لو ما يحتاج؟ ها، فش أقول؟ أقائم مبتدأ الزيدان فاعل سد مسد الخبر. افتهمتوا هسه المطلب؟ خاف تنسألون بالنحو، يجي مبتدأ مستغني عن الخبر قل له إيه نعم، إذا تقدم الوصف مستندا على نفي أو استفهام بعد هنا ما نحتاج إلى خبر. عرفت السبب ليش؟ زين، أمضروب الزيدان، هسه مو قائم، مضروب على وزن مفعول إجي، شراح نقول هنا؟ شو نقول هنا؟ همزة حرف استفهام ما لنا علاقة به. مضروب هذا اسم مفعول، هذا مبتدأ مرفوع بالضمة، مضروب الزيدان شنو؟ مضروب يعمل عمل الفعل المبني المجهول، يحتاج نائب فاعل. زين هو مبتدأ يحتاج خبر، صار تنازع ما بين المبتدأ والخبر، شنقول الزيدان نائب فاعل سد مسد الخبر، نائب فاعل سد مسد الخبر. هسه افتهمتوا هاي القضية؟ في بعض الأحيان تجي جملة بها مبتدأ وبها خبر، في بعض الأحيان يجيني مبتدأ ما بي خبر، ما إلى خبر. هاي اليمتى متى؟ أراغب أنت عن آلهتنا يا إبراهيم، أراغب هذا شنو؟ راغب اسم فاعل، هذا مبتدأ، وين الخبر؟ ماكو خبر بها الجملة. افتهمت المطلب لو ما افتهمتوه؟ واضح؟ هذا يحتاج فاعل، اسم فاعل. يعني احنا هاي ترى آلياتنا بتفسير القرآن، هذني آلياتنا بتفسير القرآن. بعد من نقرأ تفسير ترى الجملة إذا إلها فاعل تطي معنى، إذا إلها خبر تطي معنى آخر. واضح الكلام أخواني؟ فهاي الفائدة أرجو الاحتفاظ بها يعني بأذهانكم. زين، ما جاي نأخذ مطالب نحوية هواي، أنا المطلب الواحد جاي أتوقف وأطيب تأني والحمد لله رب العالمين. واضح؟ والدي الحمد لله رب العالمين.